الحكايات اللي تحكيهم العزوزة في السهرية لولاد أولادها ولولاد بناتها هما الحكايات اللي أحكيتهمنا مماتنا وقت اللي كنا صغار، واللي يحكيو فيهم اليوم العزايز لحفادهم. مش هما قد قد، واللي يسمع حكاية ويعاودها ما يزيد فيها ولا ينقص، ولا تتغير هك الحكاية هذيك حسب الظروف والتطورات والأخلاق الجديدة والعوايد الجديدة، أما الأصل هو واحد. طبع في أيام زمان كانت ناس ويا مكان، طبع في أيام زمان كانت ناس ويا مكان، كل حكاية هي مرايا، كل حكاية هي مرايا، ولا صورة من الإنسان. طبع في أيام زمان I'm
زيام زمان. يحكيوا على واحد حطاب يسكن في كوخ برا من البلاد، كل يوم يهز فاس ويمشي للغابة يقص هاك الحمل الحطب يرميها على ظهره ويهبط به للبلاد، يبيعه بربيع ريال يشري بهاك ربع ريال خبز وزيتون ويتعشى هو ومرته. السخون ما يعرفوهش، الطيب ما يعرفوهش، عمره ما صور أكثر من ربع ريال، وعمره ما قدر شراء أكثر من خبزتين وكعبة زيتون. حاب يقول جيعاني في كروشهم هو ومرته. يعاونك يا علي. لاباس على اخويا؟ يا حسونة يا اخويا، طاير علي البرد خوك، وصلت هنا كان بسيف. الليله بحول الله نهزك معايا للحمام ونعمل لك تمسيده بعود القرنفل بحول الله، غدوه تصبح لاباس. ايش من حمام يا حسونة؟ انت هنا حاير بحق خبز وانت تقول لي حمام؟ الله يهديك. يا رب. بخاطرك يا اخوي، ربي يعاونك. ساعد روحك، ساعد روحك يا علي. واذا به حبلة المرأة. زي ما تحبلني توا يا اخي مولا بيس. عندي باش نكون بصغير، دينا واحد يعيش انا وياك. لا خلالي ولا بقالي، قريب يضربني. مش قام يضرب فيك، داخل في عالم ربي، هو اللي عطاه يلزمو يرضى بيه. خلي هذا ما نجمش نعيشه، مر لي عيشتي داخلي كش خارجي كش، كراني في روح. صبر يا اخي، ما يعرفش اللي يتولد يهبط قسمه معاها. وسع بالك معاه، وبالك شي هالوليد ولا البنيه اللي باش يجي يبدل له رايه، بالك شي هالبني عقب سعيد ان شاء الله من فمك الرب. اي في التاسع شهر قام عليها الحس. يا صلوح يا صلوح اخوتي شريلي، هاني جيت شفام ان شاء الله لاباس. اوه يا ظلي باش نولد، شبي القلب لعايش اختي. يا محمد يا رسول الله. ما تخافش ربي ان شاء الله يخلص وحلك، لحظه وتكون امي هاني عندك. طلقت طلقه جابت ولد قد الفلقه. هذا الحمل العشر، ودو ان شاء الله نكمل لك البقيه. يعطيك الصح، هيا قعد ارتاح، خلينا نطيبوا لها برد تاي. سامحني يا خليفه يا اخويا، ما نجمش، المراه قريب تولد ويلزمني يكون في الدار على ميتي. يا ربي يخلصوا حالها. ربي يخلصوا حالها واحلي انا كيف كيف، ناقص انا باش تنزاد لي رقبه مني مش نوكلها. يا راجل ما هو بقسمه، ما ثم كان الخير، حط ربي في بالك. ربي يحسن العاقبه وكهو. مبروك اللي نزيد لك يا سعلي، اللهم صلي على النبي على هكا الملايكة. يدخل عاد شوف ولدك. هاك الولد سبحان الخلاق فيما يخلق، زين وكيف ما يقول، ولا دب ولا هب، لا في بلدية لا في عرب. هو هبط من كرشمه والدنيا ذوات. صدقني يا عمي، ولد الحطاب خلق ربي ملايكة، مريتش في حياتي كيما هكا الزين، برك الله عليه وعيني ما تضر، قمرة ما فيها لولا. يلزمني نمشي نشوفه، الناس الكل يحكي بعدين. أهل هاك البلاد عمره ما جاء فيهم واحد في هاك الخليقة هذيك.
واحد يقول للواحد، حتى سمع بيه واحد من راجل كبير قاري ويحل الكتاب ويرمي خط الرمل. صباح الخير يا سيد الحاج، ما سمعت شي بالخبر الجديد؟ صباح الخير، يسمعنا علم الخير. اش فما؟ رد بالك تكون نميمه ولا غيبه، ان الله لا يحب العبد المغتاب النمام. تلا يا سيد الحاج، علي الحطاب ظهري تعرف. ايه سان طيب ودبي، بوه الله يرحمه كان حبيبي، راجل تقي وصالح. ما قلت ليش بيها لي الحطاب، ان شاء الله ما توت عليه كل الخير والسلامه. قال لك مرته جابت وليت زين وما صارش في البلاد بكلها يا سيد الحاج. صح عليها لي الحطاب. مش كيفي انا يا سيد الحاج، مرتي عاقر ما تظنيش. يقول بارك الله ما شاء الله، العين حق يا وليدي، فهي تقود الرجل الى القبر والجمل الى القدر. وتوا برا يخدم على رويحتك، وخليني عندي ما نقرا. على راحتك سيد الحاج. سيد الحاج تعمل عليا مزيان، ما تنسانيش فك الحريز اللي وعدتني به باش تكتبوا للمراه. ما قدر الله كان، ان شاء الله غدوه يحضر. يفضلك يا سيد الحاج يفضلك. توا جمعة ميجرة عبد الرزاق، اليوم نهار السابع. ايه ما فكرتش ان الدجاجة نتعشاو بها ونرتاحوا من الخبز والزيتون اللي كليو وشربوا على قلبي. خليني يا مرا، ما تزيدش على ما بيا، عندي فلوس باش ناخد دجاج ولا تحبني نسرق؟ مرحبا بك يا سيد الحاج، زارتنا البركة، المحل منور. مبروك اللي نزاد لكم، جيت نهني ونبارك لكم على المولود الجديد. الناس الكل ما تتحدث كان على زينة الوليد، ربي يفضله لكم، محصن مضمن إن شاء الله. هاي تفضل هالسردوكة هدية من عندي بالشفاء لهنا. الله يخليك ويجازيك بالخير يا سيد الحاج، زارتنا البركة. بارك الله وما شاء الله على اللي نزاد، إن شاء الله عنده مستقبل زاهر باش يتزوج بنت السلطان وياخذ بقعته ويولي هو الملك، ولا يعلم الغيب الا صاحب الغيب. الله يبشرك بالهنا والخير سيد الحاج، ولدي باش يولي ملك ويعرس بنت مولانا حتى هو تبارك الله عليه، زين وزين ملوك، خمسة وخميس على كبدي. تو نمشي نذبح السردوك وعمل لنا عشاء قمقوم. سيدي الحاج مش يتعشى بحذانا اليوم. لا 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 بالشفاء، عندي برشا قضيات يلزمني نمشي. والله ما صار، ما تمشي ما تعشى بحذانا. طو هذا كلام سيد الحاج. ما تحلفش ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. حاضر نمشي نطلع على حلومة الحارزة مريضة ونرجع، أما انتوما ردوا بالكم عليها مليح، بعد غدوة إن شاء الله نكتب له حريز على النبت. عايشك سيد الحاج. أي للا اللي تمنيتوها وجابين يديك. أي عاد أبوش نمشي نذبح السردوك وعمل النعشة. ريت كيفاش الخيط دازمي لولد عبد الرزاق، قلت لك شي ريت ولد رزقه يهبط معاه. كلامك صحيح، الحمد لله الحمد لله على معطاه. خمسة وخميس على ولدي، الناس كلها تحكي عليه. ربي صونه ويحفظه ويبعد عليه عين الحصيد. بالصدفة السلطان متاع هاك البر هذاك قبلها بليلة انزادت له بنية. توا عاد بعد ما احتفلنا بميلاد الأميرة وقبلنا التهاني الزمنا نتفقدوا أحوال السلطنة، أنا محسوب عام ما خرجناش حاجب مش هكا. أين عم يا مولاي ونعمل رأي رد الصادق، أما عنا بالضبط 3 سنين ما خرجناش يا مولاي، آخر مرة وقت اللي عزلت عامل النخيب بسبب الرشوة. 3 سنين ياسر، لا لا بلاد راي تغيرت، واللي تصلح راهو فسد، واللي فسد يزمنا صلحوه. كلامك صحيح يا مولاي، وقتاش تاذنوا باش نقضوا ربي؟ غدوة إن شاء الله تشدوا ثنية برمشي حذروا من اللازم باش نقضوا ربي. أمركم يا مولاي، وبالطبيعة نخرجوا متنكرين كالعادة ولا نشوف الموكب عادي؟ يا راجل اللي ماشي يتفقد يزمو يتنكر باش العين ترى والأذن تسمع، خير من اللي يسمع وما يراش. كلامك صحيح يا مولاي، العين أصدق من الأذن. ومن غدوك تنكر وركب على حصان وخرج يدور كيف عادته يتفقد في أحوال الرعية، وكل مرة يمشي البلاد من بلدان تاعو. في المرة هذه مشى لهاك البلاد هذيك وخرج قعد في القهوة. أشنو حديث الناس يتحدثوا على ود الحطاب؟
لي قل لي شتم الناس تهتري وما تحكي كان على زين ولد الحطاب اللي باش يهب العباد يا اخي لهالدرجة الوليد مزيان ولا الناس تبالغ؟ تبالغ؟ شنو هو مزيان؟ شنو هو مزيان؟ الوليد زين وما خلقش في الدنيا. وزيد سيدي الحاج حل عليه الكتاب يلقاه سعد وقايم عمال وقال لك يا سيدي باش ياخو بنت السلطان اللي تولدت ويك البارح. السلطان قالت في قلبه دق بنته تولدت البارح برك. شكرا. تنجم تورينا وين يسكن هالحاج؟ ظهر لي على بركة عظيمة. الله يبارك يا سيدي، عطونا نعدكم على داره، سهل ياسر. الرجل يحل كتاب ويقرا خطوط الرمل، ما فماش كيفه في البلاد. هاي تفضل. ما فهمت سر اهتمامكم بهالوليد ولد الحطاب، وانتم حسب ما يغري من العيان اللي دخلتوا وانتم تسألوا عليه وعلى طالعه وتستفسروا على برجه، اشني غايتكم بالضبط؟ احنا يا حاج احنا من كبار التجار ونحبوا نعملوا الخير مع القلالة، عاد جيناك نحبوا نتأكدوا من الخبر الصحيح باش نعاونوا الحطاب المسكين. قالوا لنا اللي هو ما في حالوش. ترى شوف كبك اللي صار، تو المسطور يبان ونعرفوا كل شيء، كل واحد عنده سره في كف. ترى شوف. سامحنا يا حاج احنا تو مسروبين، اما غدوه ان شاء الله نرجعوا لك وتقرانا الكف. هيا في الامان. في الامان يا حاج. زويز ماهم مش صبي ونيتهم قعمزة وما خفي كان أعظم. توليلة بإذن الإله السميع العليم الخفايا تتعرف والنوايا تتكشف. الله يقدر الخير. قضي الأمر ولا مرد لقضاء الله. اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. وما قلتيش فاش نستناو. اي روح ما تكش ربي صبر، نستنى في جماعه يجيبوا لي امينه نلوحوها في الواد ونروحوا على روحنا. استناهم وحدك يا سيد الحاج، انا ما عادش بكره ليا نحب نروح. اصبر، ان الصبر مفتاح الفرج. لمن هذه تعنيك انت اكثر مني انا، وانت بيدك اللي باش تلوحها في الواد. ها هم جيبوا، حطوا الصندوق هوني وبراوا على روحكم. طوى باش يبدا صحيح. هيا من حينك لوح الصندوق في الواد. هيا عاد ازرب روحك. اش فيه يا حاج؟ لوح الصندوق في الواد وما يهمكش، تو بعد نقول لك. الله يبارك. ليش يا حاج؟
الصندوق فيه ولد صغير؟ راك تخاف ربي. تعرف شكون اللي في الصندوق؟ ولدك عبد الرزاق. شنو؟ شنو؟ ولدي عبد الرزاق؟ علي شمت لك حاش علي نقتل ولدي بداية لازم نخط علي لازم نموت معاه لازم نخط علي هودي ايش تستعمل؟ ما تعرفش اللي قتل نفس حرام لازم نخط علي لازم نموت معاه يوفي صيب مسكن حب بالله مش ترجيف بسم الله الرحمن الرحيم حب بالله مش ترجيف سكت ولدك يا ماليدا السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. جينا نباركوا ونهنيوا بالوليد اللي جدلكم واللي الناس ما تتحدث كان عليه. تشرفونا لو كان تخليونا نروه. تفضلوا نبداو قدامكم. انتم ما شرفتونا بحضوركم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا والملوك هذا كيفاش باش يعيش في هالقرب والفقر والحرمان هذا اخي انت باش تنجم توكله وتلبسه وتربيه وتقريه ها اش قولك لو كان نهزه ونعطيك حقه اللي يغنيك انت ومرتك انا راجل مثل ياسر النجم نعيش ألف كيفه في العز ها اش قلت شنو معناها تحب لي نبيع ولدي هذا كلام لا 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 ما تفهمنيش بالغلط اسمعني مليح انت ما في حالكش مش راجل قليل ما تجمش تقوم بيه عندي انا يعيش عيشة ملوك وما يرى مني كان الخير يا ولدي ثم واحد يرفض الخير بالجهل ديه وافق هالسيد المحترم اللي قدامك ما يعرف طرف خلاه ولا المال اللي عنده يغني برور وافق وماكش باش تندم كيف عطاولي يا ربي يلزمني نخدم عليه نكبره ويولي راجل مو بقسمه يولي راجل يولي عطاب كيفك هذا يستاهل الفقر والتمرميد هكا يا رسول الله هكا تو هكا تو حرام عليك حرام عليك تحرمه من الخير اللي استنى فيه كل واحد شي يكتب له ربي انا ملا وحوش ولدي حتى لو كان موت بالشر انا وياه من الكلام اسمعني مليح كلمه واحده توا في الحين نعطيك ألف دينار تفرهد بيهم احوالك انت ومرتك الوليد نهزوا معايا ربيه ونكبره ونقريه يولي وزير يولي حتى امير يضرب يسرع هم مش باش ينساكم يجيكم ويطل عليكم تو يهزك انت وامه يسكركم في القصور تخدمكم الجواري والعبيد وتنساو الفقر مره واحده اش قلت هو يقول الاخر يتصور في هالامور هذه الكل حتى طاح على قلاكم نعطيك ولدي كبتي على خاطر سخ دار الدنيا ثم شكون يسلم في ذنيه اما زادها
حتى الفلوس باهي. باقي تفهموا فيه بالغالب. القريب نتغش. هاللي ما تحبوش الخير لولدكم. هالملايكة هاي. اللي تحبوا تعذبوه وتعايشوه في إهانة. ربي لم يحسبكم عليه. هات الولد تو نغريك. باهي يا سيدي. هاو الولد. أما على شرط. ساعة لساعة نجي أنا وأمه نطيروا وحشة منه. على الأقل حتى مرينا في الجمع. لا يا سيدي لا. لا. أنا نجيبه لكم في العام مرة. على خاطر نسكن بعيد ياسر. مسك نهار كامل على الحصان جري. تمانوا هناو هناو على ولدكم. معي أنا في الحفظ والأمان. يا ولد يا مرا يتفرهدوا خنفرهدوا في جوتو على الأقل. ربنا تربي مخدر سايرك بربي يخلف توجيبه مخير منه. وهذا كلام هذا تبيع ولكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت غالب الفقر خايب يا سيدي الحاج. كلام ما يقبلوش عقل. عيب عيب عليكم. أما فقر اللي تحكي عليه. أما فقر اللي يخليك تبيع ولدك ظناك راك كأنك قتلت وخذيت الدية بتاعه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نمشي نسقسيلك ونجيب الاخبار الصحيح. وما قالوش قداش باعوها. ناس يقولوا ب 10 سنين دقليس وناس يقولوا ب 30 وناس يقولوا ب 100 فرد مره. صح عليهم وهو استغناو تجارتك الولد حتى هو يستاهل. اما بلي وخيتي واحد يبيع ظنيه بسخ الدنيا لا محسوب بودع اكسبناهم مش عملنا بيه. انا كان جاوني راني عطيتهم زوز ولا ثلاثه ما كلمجريش اللي عندي ومروا لي عيشتي كل واحد من جهه. وعيب عليك فاش تحكي هكا فما شكون يبيع ظنو توا. اما هما دبروها سعود مش تعرف زنود كيما يقولوا. لازم نمشي نفركس عليهم ونجيب لعندهم بشاره. لازم تفضل سيد الحاج. بارك الله فيك سيد الحاج. ما في بالك بعلي الحطاب باع ولده بألف صندوق لويس. هاي سيد الحاج وقال لك هجم البر ضربة واحدة. صح لي صح لي سيد الحاج. برا يخدم على روحك وخليك من القيل والقال. بسم الله. شنو هذا؟ يا مرا يا مرا اجريلي تعال شوف. ولا بيش بك تصير شاش قولك قديش كنا محرومين من الاولاد تيجي هذا نحسبه ولدنا. الحمد لله الحمد لله ربي رزقنا.
ميت، ما هو صلي على النبي، كيف سبت ولقيته؟ بعد نقول لك، بعد نقول لك، اجري احلب لها البقرة، راهو ميت بالجوع. انا من اليوم ميمتك، يكبر ولدي واللي راجل ونعرس له ان شاء الله، ونسمع منه كلمة امي اللي تحرمت منها. تركمنا على وليدي مزين وما شب اللي راه يقوم يصلي على النبي. الف صلاة وسلام عليه. غدوة نمشي للشيخ محمد يعمله حرز على النفس. ايش رايك نسميوها فاروق؟ فاروق يا شبيه، اسم من خير الاسامي. خليني نمشي نخدم على روحي. بسم الله. حتى كبر اتبرشن احباء ودباء، شد في الحيط ومشى، ولا يتكلم ولا يجري، حتى ولا عمره تقول انتي 15. ايه يزيكم الخدمة ويجوا فطروا. طيبت لكم جلبانة تعمل 66 كيف. تبارك الله على ولدي، هو ولا رجل يعاون في بور. الحمد لله ربي اعطانا على قد قلوبنا. ان شاء الله النجم نزرع قطع قبل ما تصب الامطار كاع من اول تعطلنا وقاعد تطلع طبور. ان شاء الله ما ثمك الخير يا بابا، واللي يعمل ربي مليح. ان شاء الله غدوه تجينا المعونه من عند عمامك كان صدقوا. نعملوا على رواحنا يا بابا، عمامي هم بيدهم ليه. مشينا مسافة طويلة وجماعة ريحتهم ما فماش، يظهر لي تخالفنا في ثنية وخليناهم ورانا. عندك مين بيقدوك يا مولاي؟ طيب يخطوا علينا. أنا تعبت ياسر، ماذا بين نرتاح، كيفاش باش نعمل؟ أوه لا عندنا لا مال زاد، وأنا عطشت وجعت. من رأيي يا مولاي ترتاح تحت شجرة في هالبستان، وأنا طو نشوف مولاه يجيب لنا الماء والماكلة ويحضر لكم بقعة وأنت ترتاح. على أذنك يا مولاي هاني جاي. باهي برا ما تقطعش، ما توعدش عليا ياسر. يا سيدنا هلخت السعيد، يا سيدنا يا سيدنا زرتنا البركة، نورتنا شرفتنا، مرحبا بيك يا سيدنا. يا سيدنا ترتاح تحت شجرة، هيا تفضل ادخل الدار، الدار دارك واحنا رعيتك تحت أوامرك. اهي علاش ليه، حتى انا نحب نتفقد حوالي الرعية متاعي نشوف مشاكلهم. سيدي ما عندناش حتى مشكلة يا سيدي، يا سيدنا ربي معاك وينصرك على من عداك يا سيدنا. مرحبا يا سيدنا، شرفنا يا سيدنا، رانا فرحانين باش نطيروا بالفرحة يا سيدنا. مرحبا بيك في دارنا، تفضل سيدي ارتاح. سيدنا هذه يا مرتي وهذاك ولدي فاروق. هذا ولدك؟ اي نعم يا سيدي ولدي. عجب ريجا ولدي، في نحلم انا ولا شبي نفس الشامة؟ معقول هذا؟ ايش شوف ايش بالضبط يا مولاي، نفس الشامة يظهر لي هو بيده وشبوبية تبارك الله. كسبت الولد ده يقول الحق. سيدي هذاك ولد الواد. ها ولد الواد ما فهمتكش سيدي، حكاية غريبة هو باش نحكيها لك. العازب هذا بقعته مش هوني، حياته تمشي خسارة. بتليق به كان قصور الملوك والسلاطين، ولهذا باش نهنيك عليه. سيدي هذاك ربيناه وكبرناه
ربنا عليه الكمدة نعمة وعليه بالوحشة لهم لو كان يفرقنا. يا زيد يا ذكاء أكثر من ولدنا. أخي هو باش ينساكم وانت وجهي يطل عليكم ساعة ساعة. وليت تناقش في أمر سيدنا الولاد باش نهزوه تو وكلمة ما زيدهاش. سيدي اللي طرح صالح مبروك ما نجمش نرمي العصا في يدك أنا قدامك. أنا مشي حضر له زاد وزواده باش نبعثوا للملكة والأميرة اللي مشاو يعديوا في خلاعة يقصر المرجان على شط البحر. خلي يمشي يعدي مدة معاهم الراحة والاستجمام. تحرك فيسع حضروا له زاد وزواده. يلا فيسع يا حاج. من السلطان إلى الملكة نورهان. من السلطان إلى الملكة نورهان. وبعد إذا جاء صاحب هذا الخطاب فأمري بقطع رأسه في الحال. والسلام. ايجا ولدي ايجا خذ الرسالة هذه باش تسلمها للملكة باش توصل لقصر المرجان. يحب لك مسافة نهارين ولهذا شد الشط شط بعد ما تخرج من البلاد وتشق الواد. فهمت؟ مشيت ياسر زعما طريق هذا وين يوصل؟ ايه شان جاب هذا يجيب الخير وقابل به الملك والأميرة ويفرحوا بي. زعما الولد وصل لقصر المرجان. الطريق طويل يا مولاي وان شاء الله يموتش بثنية. يقول ان شاء الله يموت خلنا نرتاحوا. ان شاء الله ان شاء الله يموت يا مولاي ان شاء الله نرتاحوا منه ان شاء الله. الصبر ليك يا ربي. ايش تحب تعمل؟ ايش يقول البيت قدام غاسلة؟ انا سلطان وما ادراك. ايش يقول السلطان لا؟
الله عينك يا حاج. الله يهنيك يا وليدي، كيف سبتك؟ مش مجايبك لهالحفرة وما أنا بر جيت؟ هذه راهي بلاد الهوال والأغوال. الله غالب، مش القصر المرجان يا أخي، ضعت في الغابة وضيع ثنيتي، نجمش نرتاح ذاك هوني حتى لين يطلع النهار، راني تاعب وجيعان وما عادش نجم نقف على ساقي. ليه يا وليدي ليه؟ ننصحك باش تهرب من هوني توا، على خاطر إذا جاو القطعية ولقاك زميمهم هوني يذبحك، وأنا ما نجم نعملك حتى شيء. أنا بيدير هنا في تركينا، يذبحني ولا ما يذبحنيش، أنا مشني خارج من هوني، مش يذبحني القطع ولا تكلني هيشة كيف كيف. خليني بركة نرقد ولي كتبوا ربي يتو يسير. على كيفك يا وليدي، برا لهاك التركينة ورقد وربي معاك. عايشك يا حاج. بلي مش تراجيم شنو منين شوية يا جماعة، التراب محير، ثم براني في المغارة. إيش جاي يعمل الكلب الهوني يا جاسر وزوز المحلي؟ قلت لك جاي يعمل الهوني يا زوز النحس، وتنقص له الرقبة بتاعه. علاش؟ شو عمل لك هالمسكين؟ ولد صغير سافر بالليل وضعف الثنية، حب يرتاح شوية، خايف لا تاكلوا الوحوش. بجاه ربي ما تقيمه، هلو جاي هالسمح ما يستاهلش يتمسخ بالدم، يهديك ربي. عندك الحق، هذا ما يستاهلش القتل، خليه يرقد. هيا فيس اجيب العشاء، مش نموت بالجوع. اكبس روحك. مول السراق والقطعية عندهم بعض طبايع ما ينساوهمش، اظهر له هاك الراقد هذاك يفركستهم كاتبه. يلقى كاغذ يلقى جواب. حلو اقراه. شنو هذا؟ هذا امر بالقتل؟ علاش؟
والله ما يستحق القتل هالمسكين. بارك الله فيك يا حاج وربي يجازيك بكل خير. برا وليدي ربي معاك وإن شاء الله توصل في الحفظ والأمان. اضرب روحك قبل ما تفوت القافله فيسا. امشي امشي. وعليكم السلام. تفضل. بعثني سيدنا السلطان باش نسلم هالرسالة للا الملكة وقال لي استنى حتى تقراها. تفضل ارتاح وهات الرسالة. صحيح هذا خاطب مولانا. استنى هوني ما تمشيش. اكتب لها هاك القطعي اللي يجيب لك هالجواب اكتب له صداق في الحين. هاك بنت سلاتين يتزوجوا في الحين وفي رمشة عين يقرر وحده من غير ما يشاورني. وانا ما عنديش راي. بالله يجيبوا لي الكمانترو هذا اللي بعثولي ويحبني نعطيه بنتي قطوس في شكارة. منين هزين الكل؟ تفضل تفضل يا زوج بنتي العزيز. برا يا باش حامبا ابعد جيب العدول والشهود وحضر كل ما يلزم باش نكتبوا زيق الأميرة. مليان السلطان عنده حق. يا ولدي انت راضي باش تتزوج الأميرة حنان بنت مولانا السلطان؟ اي نعم سيدي هذا شرف كبير ليا. وانت يا ليلى الاميره راضيه؟ راضيه باش نلقى خير منه. ملا صحوا لي هنا في الدفتر. إن شاء الله مبروكين على بعضكم. يال شنو هو؟ امشي 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 امشي
هاي دوم حال يا حاجب، بعد هالرحلة الطويلة هنا وصلنا. الحمد لله يا مولانا، ما يدوم حال. عجب، اش في مدخل القصر مزين؟ والله ما نعرف يا مولاي، ولعل مولاتي عندها مناسبة خاصة وحابه تحتفل بها. ممكن. شنو هالاحتفال هذا؟ شنو المناسبة؟ يا اخي فما شكون خبركم اللي احنا جايين؟ حبيتوا تفرحوا بنا ولا شنو؟ ما قلت لي اللي يجيب لك الرسالة اكتب له صديق على حنين في الحين. اليوم عرس بنتك يا مولاي على شاب مولا شامة. شو؟ عرس؟ هاي قلبي. قلبي يا ميمتي. اش هق شهقه واحده وهبط ما في عينه بلا، رشوه بالماء بالزهر، دوروا له مفتاح في يده، مفتاح ذكر شيء ما فات صاحب الامانه خذا ماتوا. وللظالين امين. مبروك سيدنا. سيدنا السلطان مات، الله ينصر من صبح. يحيى مولانا السلطان، يحيى السلطان، يحيى السلطان عبد الرزاق. إرادة الله ما فوقها حتى إرادة. وقال عبد الوهاب اللي انكتب على الجبين لازم تشوفوا العين.